طبيبي داوي وجيبولي خالي وما نموتش، وجيبولي خالي وما نموتش، وجيبولي خالي ونشق الخلا. واش باش يا جرالي يا عذابي، واش باش يا جرالي يا عذابي. والله يا بنياتي خليتوني نعمل جو على الخدمة ونعمل كيف صراحة محلاها غنى جدود. تبارك الله كيفاش أتقنتوه وتعلمتوه. عمي والله كانت تعلمته من عند جدايت. عمي أنا زاد تعلمته من عند بابا ربي يخليه لي. وأنا الحق تعلمت من عند عماتي. شنو بابا؟ أنا ما تحقش تعيا كيف مهكز هذا. لا عاد بنيتي، أنت راك الخير والبركة. شفتي هالنوار اللي مزين الجردة؟ أنت راك النوار اللي مزهيت لحياتي. مرين كان بهالوردة؟ عمري مليتها منوره في الربيع كما نور الكل. مليح بنيتي، اما هاك تشوفي هالنواره مزينه جنينه كل. والله ما عادش ما عجبك فيها الورده، ما تشبهش وردتي اللي عرفوه الكل. عليها بنيتي يا اخي، تحبي النوار كل كيف كيف؟ الاختلاف حاجه باهيه، نعمه عمره ما كان نقمه. نقمه لها الورده هاي، على خاطر مره هزيتها لستيتي قلت لي ما جبتيك الورده بتاع الشبابين. اي والله يا عمي قالت لينا هذه في الاوروب يزرعوها في الجبال. اي بالحق قالت لنا المعلمه اسمها كريزما. اسمها كريزونتام وعمرهم زينوا بها زبابين. اصلها جاي من كلمه فلور دور، معناها الورده الذهبيه، معناها في الخريف كيف تموت كيف يموت النوار الكل كان هي جينا بلونها المزيان. والله يعطيك الصحه باب، كيعادتك تشوف الحاجة من جايب المشرق. والله يا بنيتي الخدمة في الجنينة علمتني ناخذ كل الحاجة الإيجابية في كل شخص زاد. يا بنياتي وقيت الراحة كمل، وما تنسوش طلوا عليا باش تسمعوني هالغنى الزمن. ما تعمل هنا؟ بس نورمال امورك تقرا؟ قال لي استاذ برقد شوي في الجرده ورج. وعلاش؟ شافني في هالبرج ظلامت الدنيا في عيني. والله شعر انا نعم في روحي سب ولا في واحد قدام. اوه عايش ولدي، كل شيء نلعبوا به، كان الارواح لا. نشوف شو صاير هالايامات. استاذ في السبيطار، تلميذ خسر مستقبله، كل شيء يداو، كان المستقبل، كان مشى ما يرجعش. الله يا عم علي،
تهز الظروف العائليه تزيد الاجتماعيه تزيد المخ لجده العام بخوه كيفاش تحبني نعمل بربي والله وجودك بلاش حد ما وحسبني وحد ما وحس بي لا يا ولدي ما تقول هالكلام مستقبلك مازال قدام اكيد عندك موهبه اما الله اعلم فاش بربي يا عم علي انا موهبه شوفها والله مانيش حتى كيف اندادي وعلاش تحب روحك تشبه لاندادك لازم تكون كيفهم في كل شيء يا اخي الاختلاف باهي مصدر قوه مش ضعف انت راك تنجم تكون كالنواره هذه مختلفه على الاخرين ما تنور كان في الخريف الورده هذه ما تعطي خيرها كان كيف تايس الناس من خيرها ويتعدى فصل الربيع فصل الخيرات الكل شفت الورده هذه برشا ناس كيف صحيح طبطه باش تنور اما طال زمان ولا قصر باش تنور فارس يا فارس ايش تم ان شاء الله خير تفجعت خفير باهي راو ايش نور الخبر يا ولدي الاستاذ الرسمي لوج عليك ايش تم كل شيء بتصير في الرسم زاد يا ولدي راك هزيت الجائزة الوطنية الاولى في الرسم جيبوا لي خالي وما نموتش جيبوا لي خالي وما نموتش جيبوا لي خالي ونشق الخلا واش باش يجرى